معنا من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير، أهلا بك. المزيد من نتائج هذا الاجتماع المصري الأردني الفرنسي في القاهرة. وبالمناسبة الاجتماع يعني سيستمر، لأنه بعد أن انتهى المؤتمر الصحفي لم يغادر الوزراء، بل قالوا إنهم سيستكملون مشاوراتهم ربما على مائدة إفطار وعدة للوزراء والمرافقين لهم في هذا اليوم الطويل. أهم ما ورد في هذا المؤتمر أو ما ورد في هذه اللقاءات التي تستمر حتى اللحظة كما أشرنا، هو أنها تبحث محورين رئيسيين. المحور الأول ما يتعلق بكيفية التعامل مع الوضع الآني في قطاع غزة، والمحور الثاني متعلق بكيفية التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، وأن حلها لابد أن يكون بالتعامل مع جذور هذه القضية وجذور هذه الأزمة. فيما يتعلق بالوضع الآني، تم إعادة التأكيد من الوزراء الثلاثة على رفض أي عملية إسرائيلية عسكرية تجاه مدينة رفح الفلسطينية، على ضرورة دخول المساعدات الكاملة إلى كامل قطاع غزة، وأن استمرار إسرائيل في هذا النهج يعني أنها ترتكب جريمة حرب بحرب تجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الوزراء الثلاثة أيضا أكدوا على أهمية وقف إطلاق النار وأهمية فتح المعابر جميعها مع قطاع غزة، وأيضا رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. على المحور الثاني كان هناك نقاش بشأن مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء حل الدولتين. الجانب الفرنسي لديه تصور يسعى لتمريره في مجلس الأمن والتشاور مع عدد من الدول، فضلا عن التصور العربي القادم بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ربع من يونيو 67 وعاصمته القدس الشرقية. تماما، هذا ما أردت أن أسألك عنه سمير. على هذين المحورين، ما الإضافة التي تقدمها فرنسا من خلال هذا الاجتماع أيضا؟ ما الرؤية الفرنسية والدور الفرنسي على هذين المحورين بالنسبة لغزة آنيا ولاحقا؟ بالطبع، يعني بالمناسبة سؤالك هذا كان محور نقاش داخل المؤتمر الصحفي، وأشار وزير الخارجية الفرنسي في رده على هذا السؤال بالتالي، عندما سئل هل موقفك يشبه إلى حد كبير مواقف الحكومات الفرنسية السابقة فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، فأشار إلى أنه يحاول هو ك يعني متحدث باسم الدولة الفرنسية في هذه اللحظة، يحاول أن يقدم الجانب الفرنسي مبادرة متكاملة تقود إلى التعامل مع الوضع الحالي وضرورة وقف إطلاق النار، وأيضا بالتعامل مع جذور الأزمة، حيث مبادرة دولية في مجلس الأمن في الأمم المتحدة يتم التشاور بشأنها مع شركاء فرنسا وأصدقائها، تتعلق بحل قائمة على حل الدولتين، قائمة على وقف الإجراءات الأحادية وبخاصة المستوطنات ورفضها، قائمة على إصلاح المسار السياسي لعودة التسوية على أسس ما سبق وأن تم الاتفاق بشأن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتم دعمه من جانب الاتحاد الأوروبي، وفرنسا كانت أحد هذه الدول الداعمة لذلك. إذن فرنسا تحاول تمرير هذا التصور، وهو بالمناسبة لا يختلف كثيرا عن التصور العربي، وإن كان التصور العربي يقوم على أسس أكثر متانة ويدافع بشكل أكبر عن الحقوق الفلسطينية. سمير عمر من القاهرة، شكرا جزيلا لك.